بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو راح أتكلم إن شاء الله عن موضوع Cursor Implementation of Linked Lists. هذا الموضوع باختصار هو إن كيف أتعامل مع الـ Array as a Linked List، يعني بدي أطبق كل الأفكار اللي أخذناها في أو اللي بنعرفها عن الـ Linked List نطبقها بس using الـ Array. يعني في بعض لغات البرمجة طبعا ليش ممكن أستخدم هذا الـ Cursor Implementation للـ Linked List؟ في بعض لغات البرمجة زي ما شايفين هون زي البيسك والفورتران ما بتدعم البوينترز، لذلك عشان اقدر استخدم فكرة اللينك ليست في الاري لازم انا اعمل بعض الاشياء الاساسية. الان فكرة البوينتر، لما اعمل بوينتر امبلمنتيشن لللينك ليست في عندي اشياء، في شغلتين رئيسيات. اول شغلة انه الداتا كلها بتتخزن في struct، اذا كنا بنتعامل مع السي زي هيك فالستركتر في عندي element وفي عندي next، او اذا كنت بتعامل مع object oriented programming language في عندي class اللي هي مثلا زي النود هون بكون فيها data، بكون فيها برضو pointer بأشر على next element في هاي linked list. فلذلك انا لازم اروح اعمل نفس الفكرة اللي هي struct. فهون كيف بستعيد عنها؟ هاي انا بعمل array of structs، فهي عبارة عن array of structs. هذا عبارة عن struct 1، هذا عبارة عن struct 2، struct 3، struct 4 لعند struct 10. اوكي، واذا كان عندي جافا فانا بتكون طبعا كلها initialized بالنل لانه هي عباره عن array of objects. هاي array of objects هاي كلها عباره عن one dimensional array. ال one dimensional array فيها هذا عباره عن index للarray، index للarray elements عفوا، وهذا element وهذا next. ففعليا هاي الداتا اللي هي هون element وهاي next اللي هو عندي. ونفس الفكره في الstruct، هاي في عندي هذا element وهذا عندي next. اوكي، الان نفس الفكرة في بالنسبة للبوينترز، عشان نعمل دايناميك ميموري الوكيشن في عندي في السي شيء بسموه اللي هو الفانكشن بسميه الملوك، وعندي عشان اتخلص من لما اعمل ديليت ارجع الذاكرة يصير افيلبل عشان استخدمه مرة ثانية لازم اعمل له فري. في الجافا الجاربج كوليكتر هو طبعا اول ما ترجع زي ما بتعرف الجاربج كوليكتر اي اوبجكت ما بيعود فيه شيء ياشر عليه وما بيعود فيه ريفرنس بياشر عليه بروح الجاربج كوليكتر برجع على بعمله فري اوتوماتيكلي. وفي السي لازم اعمله عن طريق الفانكشن اسمه فري. في الجافا بحجز نيو ميموري لوكيشن او عفوا نيو ميموري لوكيشن يوزنج نيو، وفي السي بحجزه عن طريق الفانكشن اسمه مالوك. الان انا وظيفتي هون اني اعمل سيميليت لهذول التو فانكشنز اللي هم مالوك وفري. اذا عملتهم ساعتها بصير عندي انا اقدر اعمل كرييت للينك ليست يوزنج هاي الاري. اوكي، في البدايه لازم يكون عندي هاي الاري طبعا تعرفوا خصائصها انه كنا فيكسد سايز. فالفيكسد سايز انا بعمل كرييت لهي الاري عندي اون ستراكت نود كيرسر سبيس، هي عباره عن اري اوف ستراكت. طبعا ستراكت هو عباره اسمه نود على الكيرسر سايز او عفوا على سبيس سايز. وهون عندي كرييت عملت كرييت لاري اوف اوبجكت من نوع نود. في النهايه طلع عندي هاي الاري وهي عندي الاري الثاني. الان عشان اعمل سيميليت على السريع قبل ما نروح على المثال العامل اللي نشتغله، هاي الكيرسر لوكيشن هي بتمثل الملك، هاي الكيرسر فري بتمثل لي الفري. في البدايه راح اروح على زي ما انتم شايفين هون في هاي الاري، هاي تمثل لي شيء بسميه الفري ليست. اوضح لك اياها هون اوضح، هاي الفري ليست. الفري ليست اللي عندي هون هذا عباره عن العنصر الاول باشر على، طبعا هذا الاندكس تاع الاري، الاليمنت نمبر 1 باشر على او الاليمنت نمبر 0 باشر على الاليمنت نمبر 1، بعدين element number 1 بأشر على number 2، بعدين 2 على 3، عند ال 8 بأشر على 9، والآن 9 بتأشر على الصفر. نرجع لفري ليست مثل لك اياها هون، هاي الصفر بأشر على 1، 1 على 2، 2 على 3، لعند 9 بتأشر على النل. فإذا الصفر هاي عندي أنا بعتبرها هون اللي هي as النل فاليو. نرجع على السريع على الفانكشنز ونشوفهم. أول شيء عشان أعمل create أو أعمل عفوا allocate لون ميموري سبيس، فانا عندي هون عندي البوزيشن بي. اذا بتعرف هون بدك تلاحظ البوزيشن بي هون انا معرفه از نود بوينتر. نود بوينتر هذا عباره عن ايش نوعه؟ انتجر. فهو فعليا لازم يحمل لي هون اندكس للاري. البي تساوي كيرسر سبيس للزيرو دوت نكست. نرجع نشوف الكيرسر سبيس للاري دوت اي كيرسر سبيس هي الاري للزيرو، الاندكس هي الزيرو، النكست هي واحد. فالان اول available space عندي هو الاليمنت نمبر 1، معناها هذا الاليمنت نمبر 1 صار محجوز وين؟ في البي. بعدين لان عشان هذا السبيس
ما اخليه موجود في الفري ليست اللي حكينا عنها، لازم احكي له الكيرسر سبيس زي دوت نكست يساوي الكيرسر سبيس للبي دوت نكست. فالان كيرسر سبيس الزيرو هي هاي دوت نكست اللي هي واحد، ما عادت واحد ايش صارت؟ حتصير اثنين هي فوق، فحصير عندي الفري ليست عباره عن صفر بتاشر على اثنين واثنين بتاشر على ثلاثة، وكمل هاي البي صارت مع مين؟ مع الان صارت النود اللي انا حجزتها. نعطيكم مثال عملي ونشوف كيف بدنا نتعامل معه. الان لو جيت حكيت لك التالي، انا بدي اعمل كريت لنيو ليست، فلذلك اذا متذكرين لما عشان اعمل كريت لنيو ليست، عشان اعمل كريت لنيو ليست لازم اول شغله راح احجز مكان، احجز وان ستراكت. اوكي فلذلك انا بدي احكي له مثلا ال1 تساوي كريت ليست. فاول ما اعمل كريت ليست على السريع راح يعطيني ايش هو؟ راح يعطيني ال1 هاي حجز لها نود زي ما شفتوا قبل. النود هاي عباره عن اي نود فاضي، اول نود فاضي في الفري ليست. الفري ليست برجع مباشره على سلوت 0، سلوت 0 شو اللي بيأشر عليه؟ مكان واحد، معناها هاي الواحد صارت الان مع مين؟ مع ال1. عشان اطلعها من الفري ليست، اطلعها من الفري ليست باجي بحكي انه هاي النكست تاعها هو اثنين، فبحكي له الكيرسر سبيس اللي هي الاري اللي عندي للزيرو دوت نكست اللي هي واحد يساوي الكيرسر سبيس للبي اللي هي صارت اشر عليها هي واحد هاي دوت نكست، فكم حتصير هاي؟ اثنين. فعليا هاي الدينك بدل اشر او حتصير اشر على اثنين، فهيك صارت عندي الفري ليست، صارت عندي صفر واحد اثنين، وما ما عاد في عندي لينك ما بين الصفر والواحد، فصار عندي الفري ليست صفر اثنين ثلاث اربعة خمسة لعند التسعة، وفعليا صار عندي صفر اثنين تم. اوكي الان طب هي شو حتأثر تأشر؟ كيف دخلت تأشر على النال؟ اتفقنا انه النال عبارة عن ايش؟ عبارة عن هي النال عبارة عن صفر زي ما شايفينها، فحتصير تأشر على الصفر. فإذا عندي ليست وين صار فيها اونلي ون نود اللي هي رقم واحد. وهون بتعامل الامبلمنتيشن عندي هذا الهيدر، فهي عندي حتصير عندي هون هيد ال1. اوكي الان بدي اعمل انسيرت على ال1 اضيف الاليمنت نمبر 5 او اليمنت 5. اوكي الان لما اعمل اضيف اليمنت جديد، فلذلك انا لازم يجي يحجز لي هو وين سبيس من هي الميموري، هاي الاري اللي عندي بعطيها الداتا 5، اخذ داتا 5 لان هاي زي ما شايفين اول فري سبيس على طول بروح على الاري اللي عنده هون صفر، ايش باشر على؟ اثنين، فلذلك لازم تكون عندي اثنين. تمام اوكي الان بدي ارجع هذا الحكي الاثنين بدي اخليها خلص ما عادت في الفري ليست، فشو بحكي له مباشره؟ برجع على البي اللي هي هاي اللي هي رقم اثنين، شو النكست تاعها؟ ثلاث، فحصير هاي تاشر على ثلاث وهي حتصير تاشر على نل الصفر. ولا تنسى دائما عشان اقدر اشبكها ال1 اللي هي لاستاها ال1 هاي الهيدر، فحتصير تاشر على وين؟ على اثنين. ففعليا شوف هاي صارت عندي تاشر على اثنين هون ما صارت اشر. اوكي طيب الان فعليا ليست نمبر 1 صار عندي ليست نمبر 1 هي ليست نمبر 1 طبعا لازم اعطيك انا الهيدر، الهيدر تاعها اللي هو الاندكس 1، فانا لازم برجع مباشرة هون صار عندي اندكس 1 بأشر على 2 و2 بتأشر على الصفر، فعلا هي عندي 1 بتأشر على 2 و2 بتأشر على النل. اوكي الان اعمل انسيرت كمان مرة على ال1 element number 10. اوكي اجى نفس الفكرة، راح على الفري سبيس وين اول فري ليست، اول مكان في الفري ليست عندي هي هو رقم 3، فاعطاني هي رقم 3 حط فيها قيمة 10، بعدين الفري ليست اللي هي الاري سبيس او السبيس اللي عندي هاي الكيرسر سبيس للزيرو دوت نكست يساوي الكيرسر سبيس للبي اللي هي 3 دوت نكست، طلع 3 نكست تاعها كم؟ 4، فحصير عندي 4، الكيرسر سبيس للثلاث حصير عندي 0، بعدين 2 حتصير تأشر وين؟ على 3. اوكي
اثنين حتى ثلاث اشياء عندي انا ثلاث. طلع list 1 هي list 1 صار عندي لازم اعطيك الاندكس نمبر 1 وانا متاشر على 2 و2 على 3 و3 على 0. فعلا 1 على 2 و2 على 3 و3 على 0. اوكي لا نفرض انا بدي اعمل كالتالي L2 تساوي create ليست، لان هاي ال2 هاي ال2 على طول هو اجى حجز لي مكان هاي ال2 لازم يعطيني الهيدر نود، فهذا الهيدر نود ما بيكون فيه داتا صحيح. اول مكان طبعا هاي اسف عندي هون في الليست صار تاشر هاي 2 تاشر على 3 بعدين صارت تاشر مره ثانيه على 4 هذول كلهم ما عادوا موجودين. اوكي اوكي لان اول فري سبيس عندي اللي هو الاليمنت نمبر 4. تعال شوف عندي هاي عندي نمبر 4. اوكي اول شغله بروح هذا النمبر 4 ما عاد موجود هون فصار عندي نمبر 4. شوف النكست تاعه 5 فحصير هاي 5. اوكي والنكست تاعت هاي اللي هي صارت عندي 0. هاي الاليمنت نمبر 4 فهي صارت عندي هاي صارت عندي هيدر لل L2. طيب لان هيدر ال L2 صار عندي صفر هاي فعليا صارت عندي تأشر على نار. طيب شوف ارجع مرة ثانية على L1 L1 1 2 3 هي فعليا L1 هي 1 تأشر على 2 تأشر على 3 3 تأشر على 0 وال L2 هي 4 الاندكس تاعها 4 بأشر على النار. انسيرت على L2 5 حيجي مباشرة يعمل لي نيو نود. نيو نود مين بجيبها هاي؟ حجيبها فري ليست هون. هلا من الفري ليست إذا بدي آخذ الخمسة أول مكان هو الخمسة ياخذ يعطيني إياها فعلي هاي الخمسة بعطيها القيمة اللي هي عندي الإليمنت هي خمسة. بعدين بيجي يحكي لي هاي الإليمنت هي هاي البي طبعا النكست تاعها هو ستة فالكيرسر سبيس للزيرو دوت نكست تساوي الكيرسر سبيس للبي دوت نكست اللي هي حتصير 6 تمام. والكيرسر سبيس هي حتصير عندي للبي دوت نكست تساوي 0 لان كيف بدي اشبكها هاي ال2 بمسك ال2 هاي بتصير انتشر على الخمسه وهي اكيد طبيعه الحال راح كانت تاشر على النار. نرجع على الليست 2 تأشر الخمسة. اوكي ليست هي 4 بأشر على الخمسة والخمسة على الصفر هي في 4 على 5 و5 على الصفر. لا نعمل فانكشن كمان اوبريشن انسيرت على L1 ضيف لي 10 او 20. تعال نشوف اول ما بضيف على طول بعمل الوكيشن لون نود. طبعا هاي في عندي هون اسف هيك قبل لازم اعملها أشر خمسة هذول ما عادوا موجودين. اوكي يلا فاعطاني هو اعطاني اول فري سبيس عنده كانت أشر ستة فاول فري سبيس عنده هو ستة تمام. هي حسب هاي عندي طبعا هذا اللينك لازم يكون مع السادسة. اوكي فاول فري سبيس عنده اللي هو رقم 6 فاعطاني رقم 6 حط فيها قيمه انا بعطيها قيمه 20 اعطاني قيمه 20 لان طلع على الاندكس 6 شو النكست تاعها 7 فحتصير هاي شو بتصير عندي 7 صار عندي 7 الان صارت الفري ليست عباره عن 0 7 8 9 فاذا انا خلص 6 ما عادت موجوده في الفري ليست. اوكي يلا نيجي هون نحكي لها هي السبعة صارت الآن تأشر على السبعة والستة هي صارت تأشر على الصفر إذا بدي أخلي إنه آخر إليمنت في ال1 بيأشر على نود جديدة هاي فآخر إليمنت في ال1 طلع ال1 هاي عندي ال1 آخر إليمنت بأشر فيها أشر على إليمنت جديدة رقم ستة. طب شوف عندي هون فعلا هاي ال1 واحد بأشر على اثنين واثنين على ثلاثة وثلاثة على ستة. تعال هون عندي واحد بتأشر على اثنين واثنين بتأشر على الثلاث وثلاث على الستة وستة على الصفر تمام؟
نفس الفكرة هون. اوكي الان خلينا نعمل ديليت عشان نشوف كيف فكرة الفري بتشتغل. من L2 احذف لي 5. طبعا اول ما بروح على السريع بشوف العنصر موجود او مش موجود، لازم يكون واقف على الاليمنت اللي قبله زي ما بتعرف في اللينكد ليست العادية. اوكي الان وجد هذا العنصر، هي 5 موجود، الان بده يرجع وين؟ يرجع، لازم يرجع على الفري ليست الفوق. اول شغله باخذها هاي مسكها هاي بالتم، لما بدي امسك التم بهاي برجعها على الفري ليست الاصليه. اوكي نشوف الان الفري ليست بتاشر على مين العنصر هذا؟ على 7. بدي امسك التم بهاي، هاي التم، بخلي التم الكيرسر سبيس للتم دوت نيكست يساوي الكيرسر سبيس للزيرو دوت نيكست. كم هي النيكست؟ هي 7، لان هي رقم 5. طبعا المنت كيف جبتها هون رقم 5؟ تمام اوكي هي رقم 5، فلذلك انا بدي اخلي هاي النيكست تاعها بدل ما اشر على الصفر بخليها اشر على 7. ففعليا الخمسه حتصير بدل ما كانت تاشر على الصفر صارت تاشر على 7. هاي الخمسه حتصير تاشر على 7، نفس المكان بتاشر على الكيرسر سبيس. بعدين بدي ارجع احكي له انه الكيرسر سبيس، الكيرسر سبيس اللي هون عندي هي 7، بطلت تاشر على 7 صارت تاشر على 5، على 5 اللي هي التم صارت تاشر على التم. فهي فعليا صارت تاشر على 5، فحصير هون بدل 7 حصير اشر على 5. فشوف الفري ليست كيف صارت عندي. صارت عندي الفري ليست الصفر بتأشر على 5 والخمسة بتأشر على 7. فعليا هون طلع نفس الفكرة، صفر على 5، الخمسة بتأشر على 7، والسبعة على 8، والثمانية على 9، والتسعة على 0. 1 على 5 والخمسة على 7، والسبعة بتأشر على 8، والثمانية على 9، والتسعة على 0. اوكي طب هذا الحكي وين راحت هون؟ خلص انا باخذها هاي للتم، بخلي التم تاعها بصير تأشر على وين؟ تاعتها بتأشر على النول. اوكي طبعا لازم بس الاوبريشنز حسب البرمجة لازم اعكسهم قبل، اني اخذ النكست تاعها في الاول بعدين عشان تصير تأشر على النكست بدل ما اضيع اللينك، بس الفكرة في النهاية لازم ترجع عندي على الفري ليست. اوكي واذا فعليا هاي خلاص ما عاد موجود عندي نهائيا. ليست نمبر 2. اوكي تعال نجرب نعمل انسيرت. اوكي من مره ديليت. من ال L1 احذف لي 10. على طول بعمل لوكيت بروح ابحث عنها. طبعا النكست تاعها هي 10 لا ولا نل، بكمل بالنست تاعها 10 بوقف خلاص، فاخذ هاي صار عندي هاي التم. على طول هاي صار ماسكها بالتم. اول خطوه عشان بس اوضح لكم فكره الديليت كيف الاول. التم على طول برجع على ال1 نفسها اللي هي اللي ماسكها هو الكرنت، هاي الكرنت، الكرنت دوت نيكست. طبعا الكيرسر سبيس للكرنت دوت نيكست يساوي التم دوت نيكست، التم دوت او الكرنت سبيس للتم دوت نيكست. شو التم دوت نيكست هاي تاعتها اللي هي صارت عندي 6. حيرجع هون على الليست 1، ال1 بتأشر على 2 و2 بتأشر على 3، بدل ما أشر على 3 اللي فيها ال10 صارت تأشر على مين؟ صارت تأشر على 6. اوكي الآن صارت تأشر على 6. طب الآن الثلاثة هي حترجع مرة ثانية وين تروح؟ على الفري ليست. اوكي شوف شو بصير عندي هون، برجع بحكي لك التالي. الآن صارت التنبيه اللي بدي أرجعها على الفري ليست. الكيرسر سبيس او عفوا التم، الكيرسر سبيس يس، الكيرسر سبيس للتم دوت نيكست يساوي الكيرسر سبيس للزيرو دوت نيكست. دوت نيكست هي 5، ففعليا التم اللي هي 3 هي الثلاث حتصير تاشر على مين؟ على 5، على نفس المكان باشر عليه الكيرسر. اوكي بعدين الكيرسر سبيس للزيرو دوت نيكست يساوي التم حتاشر على 3، ففعليا هي الكيرسر سبيس للزيرو حتصير تاشر على 3.
بلاش صارت الفري سبيس عندي مع الموجودين. اوكي الفري سبيس صارت عندي الصفر بأشر على الثلاث، والثلاث بتأشر على الخمسة، والخمسة بتأشر على السبعة، والسبعة على الثمانية، وهكذا. فعلا الصفر بتأشر على الثلاث، والثلاث أكيد حصير عندي هون عندي طبعا غيرناهاش هون على سبعة على الخمسة، عندي الثلاث، والثلاث بتأشر على الخمسة، والخمسة بتأشر على السبعة، والسبعة بتأشر على الثمانية، بكمل عند الآخر. فعليا الفري سبيس الآن بدي أعمل هاي صار عندي هون ما عاد موجودة في الليست هاي، فهذا ممكن أمسحها نهائيا. أوكي فصار عندي ال1، فعلا ال1 هي ال1 element number 1، 1 بتأشر على 2، و2 بتأشر على 6، و6 بتأشر على 0، 1 بتأشر على 2، و2 على 6، و6 على الصفر. نعمل insert آخر عملية على ال2 ضيف 30. حروح على ال2 على طول بيحجز لي مكان في الذاكرة اللي هو هذا المكان. اوكي هاي فعليا هو راح على اول فري سبيس، اول فري سبيس هو رقم 3، هاي 3 اللي هي سميناها اي بي. اوكي حط فيها القيمه 30. القيمة 30. الآن هاي البي اللي صار فيها 30 راح ياخذها من وين؟ من هون. فأسري أنا ال 30 هاي بدي أجي أحكي له كالتالي، عندي هاي عفوا الثلاث، الثلاث الآن الثلاث شو النكست تاعها؟ بأشر على الخمسة. فأنا بدي أخلي الكيرسر سبيس نفسه بدل ما تأشر على الثلاث ما عاد في الثلاث، صارت أشر على النكست تاع الثلاث، والنكست تاع الثلاث اللي هو الخمسة، فحتصير هاي خمسة، حتصير خمسة. فهون ما في عند ما عاد في عندي لينك هون، هاللينك وين حصير أشر؟ مباشر على الخمسة، ما في عندي لينكات هون خلاص. تمام؟ أوكي أوكي. طيب الآن كيف بدي أرجع أعوضها هاي؟ بصير عندي هاي صارت أشر على الخمسة، إذا ما عادت في الفري سبيس. نرجع على ال L2، هي ال L2 بتأشر على آسف ال L2 هي عبارة عن هاي بتأشر على طبعا أنا لازم تكون عندي صفر، آسف. أوكي هاي عندي على الصفر، هي على النل، هاي على الصفر. حيرجع مرة ثانية هون اللي هي ال 4 ال 2 حتأشر على وين؟ على التمب هاي، حتأشر على الثلاث، والثلاث نفسها بتأشر على بدل الخمسة صارت تأشر على مين؟ على الصفر. فطلع ال 2 هاي صارت تأشر هيك، ال 2 صار عندي ال 2 اللي هي رقم 4 بتأشر على الثلاث، والثلاث على النل. اوكي شوف عندي هذا المثال هيك صار عندي، هاي الفري ليست كيف صارت الفري ليست، هاي بطلت تأشر على الثلاث. اوكي الفري ليست صارت عندي اللي هي الصفر بتأشر على الخمسة، الصفر بعدين بتأشر على الخمسة، والخمسة بتأشر على السبعة، والسبعة للآخر. اوكي الآن طلع هاي عندي هون ال1 واحد على اثنين، واثنين على ستة، والال2 واحد عفوا 4 اللي هي على 3، والثلاث تأشر على الصفر. تمام اوكي الان هاي المثال انا بس وحبيت اشرحه بيوزنج اللينك ليست، ممكن اشرحه بطريقه ثانيه اللي هي بدل ما استخدم اللينك ليست كليتها هاي استخدمها مباشره عن طريق الاري. نشوف كيف بدنا نعملها. الآن بدي أروح أعمل ال1 ساوي create list. أوكي شوف create list هاي على طول بروح أول مكان عندي فاضي اللي هو رقم 1، أخذته أنا طبعا هاي أخذ البي، البي حتصير 2 بدي أتأشر على 1، لو 1 حاب أخذ الكيرسر سبيس 0 دوت نكست تساوي الكيرسر سبيس للبي دوت نكست حتصير هاي 2. اوكي الكيرسر سبيس هي حتصير عندي 0، فالآن ال1 هي 0. الآن بدي أعمل insert على ال1
15. انسيرت عليهم ال 15، حيروح يشوف اول فري سبيس عندي هو 2، حياخذ 2 هذا ويحطه وين؟ حطه في التمب، في التمسل، في التمسل، التمسل اللي عباره عن 2، هي النكست تاعت صرت هي عندي 3، حتصير يتأشر برضو على الصفر. عشان اشبكها مع الالوان راح اروح على الالوان، هي الواحد اللي هي الهيدر، الالوان حتصير تأشر على 2، فعندي الواحد بتأشر على 2 و2 بتأشر على الصفر، هاي عندي الليست الوان. انسيرت الوان 20، الوان 20 على السريع حيروح اول فري سبيس عندي هي 3، اللي حيروح على 3، لان هاي خلاص صارت تأشر، طبعا اخذها مسكها في التمب هاي، فصارت تأشر على النكست تاع 3، النكست تاع 3 عبارة عن 4، حيجعل 4 يأشر على الصفر، بعدين اخر إليمنت في ال1 اللي هي الصفر هاي حتصير تأشر على وين؟ الثلاث، فصار عندي ال1 هي عبارة عن 1 بتأشر على 2 و2 بتأشر على 3 و3 بتأشر على الصفر. ال2 تساوي create list. اوكي، الآن بما انه بدي انشئ create list 2 حيروح مباشرة أول free space عنده هو الأربعة، هاي عندي صار عندي الأربعة هاي عبارة عن header ال2، النكست تاعها 5، طبعا لساتها هي ماسكها عن طريق التم، فحتصير تأشر على مين؟ على الصفر، عشان يصير هي عندي null null value. اوكي، insert ال1 30. انتبه عندي هون حيضيف على ال1، ما حيضيف على ال2، حيضيف على ال1 على السريع. اول free space عندي ايش هو؟ الخمسة، حيروح على الخمسة، النكست تاعها هو 6، حيروح على مباشرة الفري سبيس حيصير عندي 6. اوكي، هسا صار عندي free space 6، هاي النكست تاعها حيصير صفر. الآن وين بدي أضيفها أنا؟ على ال1، حروح على ال1، ال1 هي عندي 2، 1 بأشر على 2، 2 بأشر على 3، و3 بأشر على الصفر، إذا هاي حتصير تأشر وين؟ على آخر مكان حجزناه اللي هو على 5. فال1 صارت عندي 1 على 2، و2 على 3، 3 على 5. أوكي، insert على ال2 17. حيروح اول فري سبيس عنده 6، ال 6 النكست تاعها 7، حيصير هي فري سبيس حيصير على 7، اشر على 7. اوكي، هاي اشر على 7، ممتاز. لان هاي حتصير تاشر على الصفر، طبعا عندي هون ال 2 هي 17 اللي هي الرقم 6، طبعا حيكون فيها حيكون في لازم يكون فيها 17، حروح على 17، هاي النكست تاعها عندي ال 2 الهيدر ال 2 باشر على وين؟ الأربعة صفر، حصير أشر على وين؟ على الستة. أوكي، فحصير عندي ال2 عبارة عن 4 بتأشر على الستة، والستة بتأشر على الصفر. طب الآن بدي أعمل ديليت من ال1 نحذف 15، حروح بعد على ال15، طبعا هو حجز، بس أنا بدي أخربطكم هون، ال1 حجزها 15، بعدين 20، بعدين هيدر 2، بعدين هي 30. اوكي، يلا بدنا نحرز، راح بحث عن 15، ال 15 اللي هي اول اليمنت اللي هي بعد الهيدر مباشره، لان بدي امسكها هي نفسها مسكها في التمثيل، بدي ارجعها وين؟ افوق. فصار يحكي لي انه الفري ليست، طبعا على طول هاي انا بدي امسك هاي 2، بدل ما تاشر على 3 حتصير تاشر على، عفوا بدنا تأشر الواحد تأشر على 2، صارت تأشر على 3، لأن 3 هي النكست إليمنت في ال1، فهي حتصير تأشر على وين؟ هاي اللي هي ال1، عشان خلص ما عادت موجودة في ال1، بدل ما تأشر على 2 اللي صح حتطلع عندي هون، حتصير تأشر على 3، اللي هو الثلاثة عبارة عن النكست تاع الإليمنت اللي بدي أحذفها، فأنا هي بدي أمسكها وأرجعها على الفري ليست. لان الفري ليست على السريع هاي الثلاث، بدل ما تأشر هي بتأشر على الثلاث، فانا بحكي له كيرسر سبيس للتمب اللي هنا بدي احذفها هاي، دوت نكست تساوي كيرسر سبيس للزيرو دوت نكست، فحسيت تأشر على مين؟ على السبعة. والان كيرسر سبيس للزيرو تساوي التمب اللي هي حتأشر على مين؟ على اثنين، فانا فعليا الفري سبيس صارت عندي صفر اثنين اثنين على السبعة، والسبعة على الثمانية، وهكذا. نعمل ديليت
من ال2 17 نفس الفكره حيمسكها يقول لي اياها ورجعها وين على السبيس. فانا فعليا ال2 هيدر بتاشر على 6 حصير اشر على النكست حصير اشر عندي هذا على الصفر. الكيرسر سبيس للتمب اللي هي عندي 6 دوت نكست يساوي الكيرسر سبيس للزيرو دوت نكست حاشرها على 2. الكيرسر سبيس للزيرو دوت نكست تساوي التمب اللي عندي هون حتأشر على 6. طلع نرجع نعيد شو الفري ليست. الفري ليست عندي صارت عندي كالتالي، صارت عندي صفر هي فري ليست، صفر أشر على 6، 6 بتأشر على 2، 2 بتأشر على 7، والسبعة على 8، والثمانية على 9، 9 على 0. اوكي نرجع على ال L1. L1 L1 هي عندي طبعا لازم اعطيك الهيدر، الهيدر L1 طبعا هي شايفينه واحد، الواحد بأشر على 3 اللي هي واحد، الثلاث والثلاث على الخمسة، والخمسة على الصفر. فعلا في عندي تو نودز هون، بقي عندي بس تو نودز. اوكي الآن عندي ال L2، نرجع ال L2، ال L2 عندي الهيدر تاعها 4، الأربعة بتأشر على 0. فعلا أنا كان عندي بس عملت انسيرت على ال L2 17، بعدين رجعت مرة ثانية حذفتها، فصار عندي هاي عندي الـ 3 lists. وهاي فكرة اللينك ليست، وبتمنى إن شاء الله إنه تكون مفهومة. يعطيكم العافية.